السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي، قناه كوبالاتي شهيوات. اليوم ما كاينش شهيوات كاين نصائح معلومات حويجات مجربين اللي بغيت نشاركهم معكم بحال ديما للمبتدئات والغير مبتدئات اللي ما كانش تعرف شي حاجه. ما كاين حتى شي مشكل، كلنا احنا مبتدئات وكلنا ما حدنا في الحياه، وحنا كنسمعوا في الحوايج وكنضيفوا للذاكره ديالنا. انا كنستعمل البنات هاد مان ثانية كون انيس اللي هي كمامي مع حبة حلاوة. كمامي مع حبة حلاوة صراحة واحد انفوسيون زوين اللي غادي يحيد لك لي غاز والانتفاخ ديال الكرش. الا كانت عندك اي ماكلة كتاكليها دير لك لي غاز والانتفاخ بالكرش، فالصراحة ننصحك بهادي مجربة. يعني بالنسبه ليا انا دارت لي الايفيكت، يعني بالنسبه يقدر واحد اخر ما غاديش دير له الايفيكت، ولكن صراحه زوينه انك تاخذي وحده ولا جوج في النهار. يعني تقدري تشربي وحده في مور مثلا مور ما تغديتي، وحده مور ما تعشيتي، يعني غادي يكونوا جوج. ولا بغيتي تشربي غير وحده في الليل يعني قبل ما تكوني غادي تنعسي، حتى هي مزيانه صراحه، زوينه بزاف، يعني كتحيد انتفاخ الكرش ولي غاز بسهوله والله العظيم. يعني عن تجربه ماشي، وهذه اللي تعقلوا عليها راه كانوا كيديروها للدراري الصغار فاش يكونوا عاد تادو، كانوا يديروا لهم هاد كمامي، كانوا يديروا لهم حبه حلاوه كنا كنطيبوها ونعطيوها لهم يشربوها بحال المرويزه وهداك الشيء. اما هاد لاكساسانا فهاد البنات حتى هي مخدومه بالبرقوق ومخدومه بحب حتى هي بحبه حلاوه. هذا البنات الا كانت عندكم استرينيمينتو، يعني الا كان عندك استرينيمينتو غادي تشربي وحده بالليل وغطليه ان شاء الله يكون بخير. نتمنى تكونوا فهمتوني، حيت ما الا جيت نشرح لكم بزاف حيت راكم عارفين غادي يتفرج فيا عمي، يتفرج فيا بابا، ما بغيناش نخسروا زعما الهضره، فهمتي؟ فهمتوني البنات؟ هذه لاكساسانا كون انيس، يعني هذه اللي غادي، يعني الا كانت عندكم استرينيمينتو والفرنسيه كونستيباسيون، صراحه مجربه و توب 100% يعني فعاله، ماشي زعما غير كذوبات وصافي. كتشربيها في الليل حتى هي، ديريها في الكاس، ديري فيها المطاير وخليها واحد 10 مينوت تاكتوي، ومن بعد تشربيها. فعلا عندها المذاق شويه خايب، ولكن المفعول ديالها صراحه زوين. نتمنى تكونوا استفدتوا. هنا البنات كيف كتلاحظوا معايا غادي نتكلموا على الناطه قشده طريه. خاصة البنات بزاف ديال البنات عفوا اللي يقولوا لي بلي تقطعات لهم ما طلعات لهمش ما خرجت لهمش، خرجت لهم زعما ليكيد ما عرفوش مناش. ولكن البنات هاد القشدة الطرية او اي قشدة طرية كيف ما بغيتو كيف ما كانت تكون، يعني انا كنستعمل هادي وكنستعمل ديال ماركادية وكنستعمل ديال كونسوم، يعني ماشي غير وحدة، ولا كنستعمل استوريانا، بزاف ديال الانواع. وان شاء الله غادي يكون لما نشري شي، نكون باغيه نشري شي قشده طريه غادي نشريها يعني باش تعرفوا الانواع اللي انا نخدم بهم. ونظن الا وليتوا عند الموقع ديالي www.latishiwat.com راه كتلاحظوا في لي غوسات ديالي بلي ما كنخدمش غير بهادي، كنخدم ديال دياب ديال كونسوم كيسبق وذكرت باستوريانا بزاف ديال الحوايج. المهم الحاجه الوحيده اللي ان هاد القشده الطريه خصها تكون بارده، ديروها في الثلاجه الفوق ماشي في الكونجيلاتور. هاد اللي غادي نخلطو به حتى هو خصو يكون في الثلاجه ماشي في الكونجيلاتور، وحتى هذه خصها تكون بارده، حتى هي غادي تكون بارده بنفس البروده اللي بارده بها القشطه الطريه، بنفس البروده اللي بارده بها هذا الخلاط. كلهم خصهم يكونوا باردين البنات، ماشي في الكونجيلاتور غير في الثلاجه الفوق. اما بالنسبه للسكر غادي تخليه حتى تبدي تطلع شويه تمنطى القشطه الطريه اللي هي الناطه،
عاد غادي تضيفوا السكر سنيده حبيبات او السكر الساقين اللي هو السكر كلاسي اللي بغيتو، اي سكر كيتواتى معاهم. بالنسبه للبنات الا بغيتو يجي لكم فيها واحد لوغو وباش تجي واقفه يعني في سميتو في الكاب كيك او في شي حاجه مهم غتزوقوا في طارطه ولا اي حاجه، يمكن لكم تضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال فيلادلفيا، وماشي بالضروره انها تكون فيلادلفيا، تقدر تكون عندي انا توفرت عندي دروكي فيلادلفيا، مي يقدر يكون عندي ديال ليدل ديال كونسوم ديال ماركاديا، ماشي بالشرط انها تكون فيلادلفيا. وحاجه اخرى، حتى الماسكاربون كتجي به واقفه مزيان، وحتى هو كيعطي واحد النكهه اللي زوينه بزاف، كتجي هذيك الناطه ديالك كتحسيش بحال اللي راكي تاكلي الناطه، كتحسي راكي تاكلي واحد لا كريم زوينه اللي خفيفه يعني ماشي ثقيله. نتمنى نكون شرحت مزيان ووضحت، ولا ما اللي بغات زعما شي حاجه نوضحها لها اكثر ماشي مشكل تخليها لي في التعليق، وانا غادي نحاول انني نجاوبها ان شاء الله. البنات انا بغيت نشارك معكم كيفاش ندهن المعجنات ديالي كيف ما كانوا باش يجي هذاك اللون زوين، وحتى نتوما نظن كتشوفوه في اليوتيوب كتبقاو تسائلوا كيفاش زعما غادي يكون هذاك اللون وشنو كيديروا. المهم صفار بيضة واحدة مع واحد خمسة تاع المعالق ولا أربعة ديال الحليب مع معلقة صغيرة ديال نسكافيه البنات، ومن بعد غادي نخلطوها وغتعطينا هذا اللون، هذا هو اللي غادي ندهنوا به المعجنات ديالنا كيف ما كانوا باش نحصلوا على هذاك اللون الزوين اللي كنشوفوه في التصاور. كاين بعض البنات مبتدئات ما كيخرجش معاهم هذاك اللون، او يمكن لك ديري صفار بيضه وشويه نتاع السكر وشويه نتاع الحليب وتخلطيهم مزيان باش يذوب هذاك السكر، حتى هذا كيعطي واحد اللون عاوتاني، لون غير هذا اللون يعطي لون ذهبي. ولا بغيتي ديري البيضه بيضه كامله، من ممكن انك عاود ديري البيضه كامله وديري فيها شويه ديال الحليب غير باش يحيد هذيك السفوريه، وهذيك الحاجه هذيك المعجن غدهنيه جوج ديال المرات باش هكذا يجي لك هذاك اللون اللي زوين، جوج ديال المرات تدهنيه. اما الا دهنتيه غير بهذا الخليط هذا اللي درتو فغدهنيه غير مره واحده يكفي باش يعطيك اللون اللي كتقلبي عليه. نتمنى نكون وضحت للمبتدئات ونصحت وفدتكم ولا غير شويه. اما بالنسبه للمملحات البنات فممكن لك ديري بيضه كامله باش يعطيك واحد اللون زوين، بيضه كامله واحد شويه ديال قطرات من الحليب يعني ماشي بزاف، وديري صلصه الصوجة غادي تعطي نكهه وتعطي لون للمملحات ديالك. بالنسبه للبريوات البريوات اللي مالحين وليسيغار البسطيلات اي حاجه كديروها سواء بالورقه تاع البسطيله او بالورقه ديال العجينه كتعجنوها، الا بغيتوا يعطيكم هذاك اللون الزوين فيمكن لكم الزبده تخلطوا معها شويه ديال الفلفل الاحمر يعني الحلو ماشي الحار، تخلطوا مع هذيك الزبده وتدهنوا هذوك المملحات ديالكم وغادي يعطيكم واحد اللون زوين. كل مره ان شاء الله غادي نبقى نشارك معكم حاجه اللي انا غادي نديرها، ومن الاحسن نبين لكم هكا يعني احسن ما غير نهضر، ولكن حتى الهضره انا نظن غادي تستفدوا منها. وشكرا لكم. بالنسبه للبنات الدقيق الابيض فاش كنمشيو نستعملوه في الكيك او في اي حاجه، انا شفت بزاف ديال الناس كاع ما كيغربلوه الصراحه، ما ماشي زعما ما عرفتش علاش ما كيغربلوش، ولكن هو ضروري خصكم تغربلوها البنات، خصوصا الا كنتي غادي ديري واحد الكيكه يعني ضروري الدقيق يتغربل حتى مره حتى لجوج مرات، وحتى خميره الحلويات
كتلاحظوا معايا هنايا حتى هي ضروري خصها تتغربل، حيت كنضيفوها مع الدقيق. واخا ما فيه والو، بعض المرات كيخرجوا هكذا شي حويجات هنايا، ولكن ضروري الدقيق خاصو يتغربل قبل ما نبداو نديرو به اي حاجه. والنجاح ديال الكيك البنات، نجاح الكيك دائما خصكم تغربلو الدقيق وتغربلو حتى خميره الحلويات. نجاح الكيك يعني ما ينجح لهاش الكيك، تقدر بعض المرات حاجه بسيطه عفوا تضيع لك الكيك ديالك. المهم انا هذه واحد النصيحه كنصحها للمبتدئات، واللي ما تعرفهاش غادي تعرفها وصافي، هادشي اللي كاين يعني حاجه بسيطه ولكن نقدروا ما نديروهاش وتخسرنا الحاجه، هادشي اللي كاين. بالنسبه للبنات الخميره ديال الخبز حبيبات، انا فاش كنشيها كنديرها في هاد القرعه نتاع الزاج، والصراحه كيبقى عندها واخا العام كامل دائما نفس المفعول. شنو هي؟ خصها تكون في واحد البلاصه اللي ما تقيسهاش لا الضو ولا الشمس، يعني ديروها بحال في واحد الخزنه اللي تكون لتحت وفيها البروده. بالنسبه للخميره ديال الخبز للمبتدئات، باش تتفاعل لكم الخميره ديال الخبز، واحد الملعقه صغيره ديال السكر كتضيفوا عليها ملعقه كبيره هكا ديال الخميره. انا بالنسبه ليا كندير غير ملعقه كبيره، ما عرفتش كل واحد شحال يدير. المهم دائما واحد المعلقه صغيره مع خميره الخبز باش غادي تتفاعل، وغادي نديرو فيها الماء غي دافي ماشي سخون باش ما يحرقها لناش وتضيع لنا الحاجه اللي كنا غادي نديروها. انا دابا غادي نوريكم، غادي ندير فيها الماء وغادي نخليها تتفاعل ونوريها لكم. بالنسبه للخميره قلت لكم انا غادي ندير فيها شويه ديال الماء البنات ونخلطها ونخليها باش تتفاعل، ولكن الماء ضروري خصو يكون غير دافي. هذاك التفاعل اللي غادي تفعلو الخميره ديالنا غادي الخبز يجي طالع ومفشفش صراحه، يجي عكس يعني انك ترمي الخميره غير هكا في الدقيق. وجربوها وغادي تلاحظوا الفرق، فرق كبير ما بين انك ديري الخميره هكا مع السكر تفاعل، وانك ديري الخميره تلوحيها مع الدقيق والملح لان الملح ما كتخليش الفرينه تتفاعل كما كديريها هكذا بحدها وتخليها تتفاعل، تعطي واحد النتيجه اللي زوينه زعما. عرفتش كيفاش غادي ندير نشرح لكم؟ لكن كنغطيها هكا بواحد الطبسيل وكنخليها في واحد الجهه حتى تتفاعل الخميره ديالنا، وديك الساعه عاد نبدا بها. كيف كتلاحظوا معايا البنات الخميره اللي قلت لكم غادي تتفاعل كتجي بهذا الشكل هذا، صراحه ما تخليك غادي دغيا كيخمر لك الخبز ولا اللي درتيه، ماشي غير الخبز، اي حاجه معجنات درتيها دغيا غادي تخمر لك، وما يحتاجش انك تستناي تخمريها المره الثانيه بزاف عاوتاني. بهذه الطريقه ننصحكم تجربوها. واحد تريك اخر البنات، فاش كتبغيو ديروا الفلون ديالكم وبغيتو يجيكم واقف ويجي البنه ديالو زوينه عليكم بهذه القشطه الطريه اللي غادي تكون المونطيوها ماشي ديال الطياب، حيت ديال الطياب ما غاديش تعطي البنه زوينه. اما هذه فإلا درتي مثلا بغيت جايين عندك الضياف وبغيتي ديري فلون مثلا فلون عادي، فلون بكراميل، فلون بالكافي، اللي بغيتي، غديري يطرو ديال الحليب مع هاد سميتو مع هاد القشده الطريه، وغديري ثلاثه من هادو، صدقنا البنات غادي يجي لكم واحد الفلان الصراحه زوين بزاف، وغادي يجيكم واقف وعاقد وفيه واحد البنه زوينه 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 بزاف. نتمنى تكونوا استفدتوا بهذه المعلومه، لا تنسوا تتبع القناه والاشتراك بتفعيل الجرس. انا انتظر تعليقاتكم وانتقاداتكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.